الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا أحمد الله عز وجل أمن علي بفضله وكرمه بحفظ كتابه. ومسيرة هذا الحفظ بدأت منذ صغري، وكان خير معين الأهل أبي وأمي، إذ كان كثير النصح لي بالحفظ ومتابعة الحفظ والحرص على ذلك، وكنت كثير السماع للأشرطة، بدأت أستمع أشرطة الكاسيتات والسيديات كذا، أغرمت بكثير من المشايخ. وعمرك كذا وقت إيش؟ في السنة الثامنة التاسعة بدأت أحفظ القرآن في ذاك السن، ما كانت عندي العزيمة أني أحفظ كتاب الله في ذاك الوقت، وإنما نفحات. وبعد ذلك بدأت في مشوار في الحفظ وكذا، وبدأت أذهب إلى المدارس، وكانت أول مدرسة دخلت إليها مدرسة تبربع في المكان قرب في المكان الذي أسكن فيه. درست في ولاية؟ ولاية منوبة، تتبع ولاية منوبة. درست فيها أيام. شكون الشيخ اللي؟ محمد الخضراوي و ايضا الشيخ مراد وغيرهم من المشايخ، اخذت عليهم مع تيسر من القران. بعد ذلك انشغلت بذي عام قديش؟ هذا عام 2006. انشغلت ايضا بالحفظ في المنزل بعد ذلك مع الدراسه ثم بعد ذلك انتقلت الى مدرسه النخله في السنة الفارطة. قديش دخلت من مدرسة النخلة؟ في السنة الفارطة. رصيدك كان في الحفظ قديش؟ 57 حزبة. وحفظت هنا ما تبقى من القرآن، أخذت رواية قارون، كنت أحفظ على رواية حفص عن عاصم، أخذت هنا رواية قارون. والحمد لله شاركت في مسابقة الوطنية في العام الفارط، وفي الصنف الثالث، صنف 30 حزب، كنت ضمن المراتب الأولى. ثم الحمد لله هذه السنة شاركت في المسابقة الوطنية الصنف الأول حافظين لكتاب الله عز وجل، والحمد لله نلت المرتبة الأولى. قد شو عمرك؟ الآن عمري 18 سنة. ما شاء الله، ربي يبارك فيك. ربي يبارك. عندك شي مشاريع إن شاء الله؟ أنا أرغب في طلب العلم خارج البلاد، السعودية مثلا إن شاء الله، نسأل الله ذلك، وإن شاء الله ربي يوفقك إن شاء الله. رسالة للشباب في عمرك؟ والله سبحان الله أقول أنا من نعم الله عز وجل إذا من على الشاب أن يمن عليه بحفظ كتابه، واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الطريق الذي يوصل إلى المراد إن شاء الله. إن شاء الله ربي يبارك لك.